السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا أحلى وأغلى متابعين في الدنيا، وكل عام وانتم بخير. النهاردة بقى عملنا مع بعض كده الشيش طاووق، وعملت كمان جنبه رز معمر. هما طبعا ما بيتاكلوش جنب بعض، بس أنا حبيت أعمل إيه، الرز المعمر جنب الشوربة واللحمة. طبعا الشوربة دي بالليمون، مش عايزة أقول لكم إن هي حط عليها جزر وطماطم وفلفل كده، تحفة بجد. ومعايا هنا لحمة، ومعايا هنا مخلل، ومعايا هنا رز معمر. طبعا زي ما قلت لكم عملت رز المعمر جنب الشوربة. وبالنسبة للشيش طاووق ده يتاكل بالعيش البلدي. وبالنسبة للشيش طاووق ده بيتعمل هنا بالسندوتش بالعيش البلدي، بيبقى حلو جدا. عايزة اقول لكم بجد يعني شكله تحفة وريحته تحفة. وده كان الاكل بتاعنا النهاردة، يلا بينا بقى حبيب قلبي نشوف عملنا الاكلة الحلوة الجامدة دي ازاي. وكل سنة وانتم طيبين يا احلى واجمل متابعين في الدنيا. اول حاجة حبيب قلبي هنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. معايا هنا حبيب قلبي ده كيلو من الصدور او الوراك زي ما انت عايزه. انا هنا جبت الوراك وقطعتهم قطع صغيره جدا، وبيتهم ليله كامله في التلاجة، وحط عليهم الفلفل الاسود وبهارات لحمه وبابريكا وشطه وملح، وطبعا اي بهارات انت بتحبيها حطيها عليها، وحط عليها كمان صويا صوص. ماشي حبيب قلبي. معايا هنا بقى فلفل احمر وفلفل اصفر وفلفل اخضر، ومعايا كمان طماطم، ومعايا هنا العصيان دي انا حطها بلها يعني قبل ما اشتغل كده بنص ساعه، حطيتها في الميه كده حوالي نص ساعه عشان ما تتحرقش معايا. اول حاجه حبايب قلبي هنسمي الله ونسمي الرسول، ونجيب كده الاول فلفل اصفر معايا، فلفل اخضر، فلفل احمر، هنجيب قطعة كده من الفراخ، كمان قطعة من الفراخ، بعد كده طماطماية، بعد كده فلفل أخضر، بعد كده فلفل أحمر، فلفل أصفر، يعني عايزين ايه ألوانات جميلة كده، فلفل أحمر، فلفل اخضر، طماطمايه، نجيب قطعة كمان من الفراخ كده، انا بحط قطعتين من الفراخ. طبعا العصيان زي ما قلت لكم يا حبيب قلبي انا حطيتها نص ساعة في المية عشان متتحرقش معايا، مفيش اسهل من كده، عايز الالوان الجميله دي كده. وبعد كده اقفل عليها بقى ايه طماطميه اللي بقى على جنب كده. انا عايزه تاني بقى بعد كده بسم الله نجيب الاول كده الطماطميه في الاول، بعد كده فلفل اصفر، بعد كده فلفل اخضر، مفيش اسهل من كده ولا احلى من كده. فلفله حمراء، بعد كده بقى معايا الفراخ، انا بحط هنا قطعتين اتنين، ارجع تاني احط يا حبيبي ايه طماطمايه، بعد كده فلفل اخضر، فلفل اصفر، فلفل احمر، حط تاني فلفل اخضر. بعد كده نقفلها ايه بعد كده الاول هنحط كمان فراخ، وبعد كده اقفلها بالطماطميه برضه تاني. يبقى انا بدأت بالطماطم وقفلت بالطماطم، هذه الالوانات الجميله كده. مش عايزه انسى اقول لكم يا حبايبي ان انا متبلها قبلها بيوم، وطبعا كنت جايباها كمان قبلها بيوم وعينها في الفريزر ليله كامله عشان تستوي معانا. هنرجع برده نحط الطماطمايه، نحط كمان طماطمايه، نحط فلفلايه،
افضل يعني حاولي تغيري الالوان كده ايه عشان ما تبقاش شكل بعضها، اصفر احمر، بعد كده نحط الفراخ، دي كمان فراخ. طبعا احنا بنعمل مع بعض يا حبايبي الشيش طاووق اخضر اصفر بعد كده الاحمر، يعني ايه شكلي كده الالوان عشان تدي معانا منظر جميل كده. بعد كده نحط الفراخ تاني، زي ما قلت لكم اهم حاجه ان انت تكوني متبلاه قبلها بيوم وحاطه عليها التوابل الجميله دي، صويا صوص، ملح، فلفل اسود، بهارات اللحمه، بابريكا. وهي حبايبي وراح قافله تاني ايه بالطماطم. طبعا مفيش اسهل من كده ولا احلى من كده، ده الشكل النهائي اهو يا حبايبي. جميل كده، بسم الله ما شاء الله. هكمل بقى معاكم وارجع لكم تاني. بعد ما عملت كله يا حبايب قلبي بقى، جبت صينيه صغيره كده وحطيت فيها نص كوبايه ميه. بعد كده يا حبايبي بقى انا جبت الصينيه ورصيت فيها الشيش طاووق، بسم الله. حطيت نص كوباية مية بس، ايه بس كده حبايبي بقى. معايا دي كمان اهي. طبعا انا دلوقتي بقى مولعة فرن البوتاجاز يا حبايبي، وده يا حبايب قلبي الشكل النهائي بعد ما حطيته في الصينية. احطه بقى في فرن البوتاجاز. طبعا انا مولعة دلوقتي فرن البوتاجاز، احطه بقى في فرن البوتاجاز وطبعا هنقلبه وارجع لكم تاني. بعد كده حبايبي طبعا احنا في عيد ولازم طبق شوربه حلوه كده، هنحط بقى معلقه سمنه بلدي كده حلوه. انا بكتر السمنه. اللحمه طبعا اللحمه دي ضاني، لحمه الخرفان هتلاقي فيها عظم، بس انا ايه عايزه اعمل طبق شوربه كده. طماطمايه، جزر، فكرة الجزر بيدي طعم حلو قوي للشوربة. حطيت كده ايه بصل وطماطم وجزر. فايه كده تقليبة حلوة، وبعد كده نسيبها مع نفسها بقى كده تتشوح، بعد كده نزودها ايه شوية مية، بس لازم نسيبها الأول كده ايه تتشوح مع نفسها. هنغطيها بقى ايه ونسيبها. بعد كده بقى ازودها شوية مية عشان نقلبها كويس، بسم الله. طبعا انا ما حطيتلهاش ملح لسه. عايزة اقول لكم ان الشوربة دي بتبقى طعمها تحفة، عملتها معاكم اول يوم العيد وكانت تحفة بجد، بس المرة دي بقى ايه انا عاملاها بلحم ضاني. هنغطي عليها بقى الحلة ايه ونسيبها تستوي كده حبايبي. حطينا الميه اهو، وهنسيبها بقى ايه هنقلبها تقلبتين كده وتغلي غلوه، وبعدين ايه نهدي عليها النار بقى ونسيبها تستوي براحتها. طبعا انا لسه ما حطيتلهاش الملح عشان تستوي. على ما اللحمه تستوي بقى يا حبايبي، طبعا مش معقول هنعمل شوربه من غير رز، بس المره دي قلنا ايه نعمل طبق بقى ايه رز معمر كده. معايا هنا رز انا غسلته كويس، حطيت بقى دي سمنه بلدي. طبعا انا هنا مش هحط زيت خالص، هحط سمنه بلدي ونحط شويه ملح. بسم الله. انا عملت طبعا معاكم رز المعمر كتير يا حبايب قلبي، خشوا القناه هتلاقوا طريقته. طبعا انا هنا جبت الرز المعمر نقعته كويس، هنقلبه كده كويس. مع
معايا لبن طبعا لسه جايباه طازه، بس المره دي انا عامله لبن بقري. اول مره اعمل لبن بقري صراحه، ما لقيتش اللبن الناموسي فعملت المره دي بايه لبن بقري. جايبه كيس طازه طبعا، انا بعمله ايه لبن صافي يعني، ده كيلو اللبن. هنا هنقلبه كويس كده. طبعا انا حطيت له سمنه بلدي بس، ما حطيتلوش اي حاجه تانية. لو انت عندك قشطه طبعا حطيها على الوش هتبقى جميله. انا عاملاه معاكم قبل كده بالقشطه والزبادي، بسم الله ما شاء الله يعني. وهنا حبايبي طبعا الشيش طاووق معانا هنا كان في الفرن من ساعتها، لازم تقلبيه كده عشان يستوى معاكي وعشان يتحمر. كده حبايبي بقى الشيش طاووق استوى معايا. عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله ريحته قلبه الدنيا اهو يا حبايبي. طبعا ده بقى تعمليه جنب رز بسمتي، تعمليه جنب مكرونه، تاكليه بعيش بلدي، اللي انت عايزه تعمليه. وكده حبايب قلبي بقى بعد ما خلصت الاكل ده الشيش طاووق، وهنا عملت طاجن الرز المعمر الجميل جدا. طبعا هو ده مش هيتاكل مع ده. وهنا حبيب قلبي طبق الشوربه ده طبعا تحفه. معايا هنا طبق لحمه، معايا المخلل. ايه رايكم يا حبيب قلبي في الاكله بتاعتنا دي؟ ده شكل الاكل بتاعنا النهارده حبيب قلبي. مش عايزه اقول لكم بجد ورز المعمر بالسمنه الفلاحي شكله تحفه. طبعا يا حبيب قلبي بالنسبه للشيك اهو، عايزه بقى تاكليه بعيش بلدي، عايزه تاكليه برز بسمتي، عايزه تاكليه بمكرونه، انا النهارده هاكله بعيش بلدي اهو يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده. بسم الله. معايا هنا بقى مخلل، معايا خيار، معايا زيتون زي ما انت عايزه. ده شكل السندوتش بتاعنا زي ما قلت لكم، عايزه تاكليه بعيش بلدي، عايزه تاكليه برز بسمتي، عايزه تاكليه بمكرونه، بسم الله ما شاء الله اهو يا حبايبي بيبقى حلو جدا وطعم جدا. وطبعا هنا معايا طاجن رز معمر، ومعايا شوربه، ومعايا لحمه. طبعا ايه انا بحب اعمل بصراحه، طبعا كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي، احنا في عيد وكده، فانا عملت طبق شوربه ولحمه وشيش طاووق. ايه رايكم يا حبايب قلبي بقى؟ وبكده حبايب قلبي كان شكل الغدا بتاعنا النهارده. عملنا طاجن رز معمر بسم الله ما شاء الله ريحته قلبه الدنيا، وديت طبعا لحمه وشوربه، وعملنا مع بعض الشيش طاووق وطبق المخلل. عايزه بقى تعملي بطاطس، عايزه تعملي رز بسمتي، عايزه تعملي مكرونه، شوفي اللي يعجبك. وزي ما قلت لكم انا عملته هنا حطيته في العيش البلدي حلو جدا ما شاء الله. ايه رايكم يا حبايب قلبي بقى في الاكله بتاعتنا الجامده دي؟ ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، وربي يعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك والشير والسبسكرايب للقناه. شكرا لكم يا احلى واجمل متابعين في الدنيا.